بسم الله الرحمن الرحيم، كيف حالكم شباب؟ معاكم جيمز ديزاينر. جاتني رسالة من أحد الأشخاص يطلب فيها تطوير الكامبس أو البوصلة بطريقة احترافية، وأقدر ويقدر إنه يستفيد منها في الألعاب الخاصة فيه. طبعا احنا بدأنا الكامبس في لعبة العالم المفتوح، ولكن ما طورناها وقلنا لكم راح نطورها أكثر، ولكن يطلب المزيد، بحيث إنه طلب مني بعض الأمور الإضافية كتحديد العلامات في الكامبس، وبما ان الخرائط او الخرائط المصغرة والمكبرة راح نخليها ونأجلها في موضوع منفصل، راح نطور لكم الكامبس او البوصلة بطريقة احترافية اكثر. طبعا كل الامور اللي نعملها هنا خارج لعبة العالم المفتوح تكون مرتبطة بالعالم المفتوح، يعني بإمكانك ترجع لها بأي وقت وتضيفها إلى لعبة العالم المفتوح. لذلك الكامبس أو البوصلة اللي راح نطورها هنا راح تكون مرتبطة بالعالم المفتوح. طبعا راح ننشئ البوصلة من جديد للأشخاص اللي ما بدأوا معنا البوصلة أو ما تعرفوا على نظام البوصلة. من هنا راح أنشئ فولدر وراح أسميه كامبس، تمام. راح أخش عليه، راح أنشئ فولدر آخر وراح أسميه آيكون أو آيكونز. راح أحمل الصور هذه لأني راح أحتاجها في مشروعي. أغلب الصور موجودة عندكم، والبقية حتلاقونها إن شاء الله في الوصف. نسحب وإفلات. تحديد البيانات جميعا أروح إلى Asset Action، ثم إلى Bulk، راح أروح إلى Compression هنا واعتمد انه تكون User Interface 2D، ثم الى Level of Detail واغير Texture Group الى UI، تمام. راح اقول له Save، هقفل هذه. حتكون بهذه الطريقة البيانات المطلوبة عندي. راح اطلع الى ملف في الكامبس هنا وراح انشأ Widgets راح اسميه. طبعا اغلب الدروس طبعا هذه مجرد اعادة للمواضيع السابقة او للموضوع السابق للبوصلة. نسمي هذا باسم كامبس ويدجز بلوبرنت، اوكي. سيف اول، راح نفتح هذا، راح اخذ من هنا صورة ايمج راح اضيفه اسفل الكانفاس. هذا الايمج راح اخليه توسيط هنا، راح اخلي هنا 0 وهنا راح اخليه 50 وهنا 100 وهنا 40. هنا راح اعطيه 0 حتى بيوسط لي اياه 0.5. خلاص هذا الحين صار توسيط متوسط عند الحد هذا. طيب الآن نحتاج إلى أنه نستخدم لهذا الإيمج، نستخدم ماتيريال خاص بالصورة. فأروح إلى الآيكون هنا وأخذ الكامبس أعمل له ماتيريال، كرييت ماتيريال، راح أسمي بنفس المسمى كامبس ماتيريال. هنا النود راح أحوله إلى يوزر انترفيس، راح أوصل هذا هنا وراح أخذ هنا texture coordinate، راح اوصله بال UVS. قبل ال UVS راح اخذ add راح اوصله هنا، من هنا راح اخذ scalar parameter وراح اسمي هذا مثلا element، تمام. ومن هنا راح اخذ ميك فلوت 2، راح اوصل هذا بالبي، راح اعطي هذا مثلا 1000 في 100، ممتاز. تقريبا هي نفس الصورة اللي احنا حددناها، اوكي. راح اقول له الان سيف كومبايل، وراح ارجع الى الماتيريال هنا او الى الكامبس ويدجز واحدد الماتيريال، تمام. راح اعطيه هنا حدود 1000 في 100،
تمام بهذه الطريقة. اوكي اقول لكم كومبايل وسيف. قبل ما نروح الى البرمجة نغير الصورة هذه اللي وضعنا فيها الماتريال هنا ونسميها مثلا كامبس لاين اي شيء. الان نحفظ حتى تظهر في البيانات. طبعا لابد تكون is variable مهم جدا حتى تظهر. طيب راح استخدم بداية الايفنت كونستراكت. راح اخذ الكامبس لاين هنا راح اطلع منه get dynamic material. اوكي ومن هنا راح اطلع return promote to variable حتى احفظ البيانات وراح اسميه canvas material. تمام من عند الايفنت تك هنا راح اخذ canvas material هنا واقول له get ومن عنده راح اتحكم بالسكالر بارامتر اللي انا وضعته في الماتيريال سكالر بارامتر فاليو راح اوصله هنا. الان عندي هنا البارامتر نيم هو نفس الاسم اللي وضعته للسكالر في الماتيريال. لو نرجع الى الماتيريال هنا حنلاحظ الاسم. بامكاني طبعا اغير اسمه هنا ممكن اخليه مثلا رايت ليفت. اوكي معذرة. اوكي رايت ليفت فانسخ هذا المسمى مهم حتى لا اتلخبط فيه. اقول له كومبايل وسيف واروح الى الكامبس ويدجز هنا واضيفه بالبارامتر نيم. مهم جدا كل ما غيرت المسمى او كان مسمى جديد تضيفه بنفس المسمى. اقول له كومبايل. طيب راح نضيف الفاليو هنا 0.5 فقط للاختبار. راح نروح الى الكونتنت هنا. طبعا مثل ما نلاحظ ما عندي ويدجز بحيث اني لما العب من دون ويدجز فنضيف ويدجز هنا. طبعا لاضافه الويدجز عندك عده خيارات من ضمنها اضافه الهاد. فمن هنا نكتب هاد نحدده ونضيفه. هذا راح نسميه مثلا third person character. خش عليه هروح الى الايفنت جراف. دائما نبدأ بايفنت begin play لانه هي اللي حتظهر لي البيانات على سطح اللعبة. فاقول له هنا create widgets وراح احدد من هنا الكامبس ويدجز راح اقول له اد تو فيو بورت. تمام كومبايل وسيف سيف اول. الان نحدد اللاعب هنا او قبل اللاعب نروح الى ويندوز واحدد وور سيتنج. من الوور سيتنج هنا راح احدد الجيم مود. طبعا المفروض ان عندي يكون جيم مود. في حاله ان ما عندي انت تبدا وتنشئ لك جيم مود خاص فيك. فنستخدم الجيم مود الخاص للاعب الا وهو ثيرد بيرسون جيم مود. ننزل اسفل والهاد هنا نستخدم ثيرد بيرسون كاركتر بلو برنت. اوكي هقول لكم كومبايل وسيف وحنجرب. لاحظوا حتظهر لك البيانات فوق لسه ما تتحرك لان لسه ما اضفنا لها الحركة. طيب الان نرجع الى الكامبس بلو برنت هنا. تمام والى الايفنت تك. راح من هنا اطلع جيت بلاير كنترولر ومن ريتيرن فاليو راح اقول له جيت كنترول روتيشن. راح اعمل لهذا سبلت ومن الزد هنا راح اقول له تقسيم فلوت فلوت
وراح أعطيه 360، هي الدرجة الانحرافية للكامبس، وراح أوصله بالفاليو. تمام، أوكي، أتوقع هذه يعني عملناها بالشرح الماضي. الآن لما أقول له بلاي، لاحظ تتحرك معاي البوصلة بشكل تلقائي. راح نصغر حجمها شوي، هنا حجمها كبير. أوكي، طبعا حجمها كبير شوي، نصغر الحجم ب800 مثلا، هنا نخلي 60. بإمكانك برضه تقلل الحجم اللي تشوفه مناسب. نقول له كومبايل وسيف. برضه راح أرجع إلى الماتيريال الخاص هنا وأضيف الصورة، الصورة هذه اللي تعتبر اوبسيتي للماتيريال. اوكي، وهنا المود راح اغيره الى الترانسلوسنت. تمام، وراح اسحب من الار واضيفه في الاوبسيتي كذا، حتكون الحواف مخفية واللي ظهر عندي هو الوسط فقط. راح اقول لكم باي وسيف، راح نجرب. اتوقع كذا مناسب. طبعا الحجم صغير، بامكانك تخليه اكثر اطالة من هذا الحجم، بس بالنسبة لي جميل حتى لا يكون كبير حجمه وياخذ مساحة اللعبة بالكامل. طبعا هذا كل شيء لهذه الحلقة. في الدرس القادم راح نتكلم عن كيفية اضافة الايقونات والمواد داخل اللعبة، كيف تظهر في الكامبس أو البوصلة. أشوفكم على خير إن شاء الله. معاكم جيمز ديزاينر، مع السلامة.